لا بل أنت ابن، بل أكثر من ابن، لأنك أنت وارث لله ليسوع المسيح، وارث لله ليسوع المسيح. الحقيقة الكبرى، البشرى الكبرى التي يعطينا إياها حدث الولادة، أننا لم نعد عبيد، ولكن هل بالفعل في أنفسنا قد تحررنا من العبودية؟ أم نحن عبيد لأشياء كثيرة؟ عبيد للمال، عبيد للشهوات، عبيد للنزاعات، عبيد لأشياء كثيرة. هل أنا تحررت لكي أصبح وارثا لله بيسوع المسيح؟ أم ما زلت عبدا كهيرودس؟ أم ما زلت عبدا كالذين خافوا كهيرودس؟ أم ما زلت عبدا كالجنود الذين ينفذون الأوامر دون خوف أو رعبة من الله؟ هل أنا تحررت من الداخل لكي أستحق ولادة الله؟ شو يعني وارث لله بيسوع المسيح؟ أنا كمؤمن بيسوع المسيح، أعتمد بيسوع المسيح، أصبح المسيح آخر ليسوع المسيح، علي أن أقبل البشرى بملكوت الله كيسوع المسيح، علي أن أعيش كيسوع المسيح، وعلي أن أذهب حتى للصلب لأن لي رجاء بالله كيسوع المسيح، أن الله سيقيمني من الموت وأعيش بمجد لا يفوت أبدا كيف المسيح. هل أعيش ممكن؟ كل مؤمن بيسوع المسيح يا يعني. كل من اختار الإيمان بيسوع المسيح يعرف، يعرف أنه سيفوت، لأنه يحمل رسالة عكس رسالة العالم. كل مؤمن بيسوع المسيح يدرك أنه عليه أن يصبر، لأنه يحمل رسالة عكس رسالة الناس. كل مؤمن بيسوع المسيح يدرك أنه لن يموت، ولو قتل الجسد أنه لن يموت، لأنه على شاكلة الرب، على شاكلة يسوع المسيح. كل مؤمن بيسوع المسيح يرفع رأسه عاليا، لأن المسيح قد غسله من خطاياه، لأن المسيح قد بدله من ابن لآدم يذهب إلى الموت إلى ابن للمسيح يذهب إلى الحياة. كل مؤمن بالمسيح يرفع رأسه عاليا، لأنه يدرك أنه أعلى من كل البشر بالتواضع، أعلى من كل الناس بالتواضع، لأنه هو يجلبهم للخلاص وليس العكس. كل مؤمن بيسوع المسيح يرفع رأسه عاليا، لأنه بمحبته للمسيح ومحبته للآخر يبدل وجه الكون. هنيئا للرعاة، هنيئا للرعاة الذين اتبعوا حضور الرب بفرح وسرور، وكتبوها لنا بكتابات ترنم حتى اليوم في بداية كل قداس. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرور. هنيئا للمجوس
الذين أدركوا وقرروا علامات الأزمنة وذهبوا وخرجوا وسجدوا لله في مقالة المتواضعة. شكرا للرب الذي ولد فقيرا وفي مقالة الحقيرة وأظهر أكثر منزلة ضعف لأنه لن يستطيع أحد أن يقول أنه لم يشاركني، لا بل هو مبعث للغيرة والحسن. تواضع الله إلى هذه الدرجة يجعلنا كلنا نتساءل ونخضع لأنه لم يبلغ أحد هذه المرحلة. نحن وقت بنقرأ الأخطار هلا يروحوا بصيروا يعملوا مهيئات ويخترعوا أحد المحلات اللي لبسوا ولادهم ودفايات وبيقولوا بتصير يقول بعبالي مخلفين بتهش بتحس حالك مش مهم قد ما بتدخن بتقول اكل جاهز بس تشرب تقعد بتلم البي محتارين ولا اجت الكوليات وفحص بيت الراس وبيت الذكر ومش عارف شو عم تخترع وكذا. اختار المسيح أذل ولده، مش أذل ولده حتى ولادة مهجرة تهجر من محل هو وين يولد وين يبتدي وبعد ما ولد تهجر مشان ما حدا يقول عاش أحسن منه، مر بكل الصعوبات تيعلمنا إنه الإيمان بده جهد والإيمان بده قوة والإيمان بده الناس تدافع عنه والإيمان بده ناس تشهد مثل الحياة اللي جواله. شكرا لك يا رب إنك تعطينا في هذا اليوم رغم كل الأنواع والمصاعب والدماء التي تسالك حوالينا أن نفرح بك لأنك أنت مبعث الفرح، أن نفرح بك لأنك أنت الحياة، أن نفرح بك لأنه من دونك لا حياة. أعطنا يا رب في هذا اليوم السلام القلبي قبل السلام الخارجي، أعطنا أنه حتى في وسط العواصف أن يكون لنا إيمان أن نراك سائرا دائسا على هذه العواصف لتقيمنا منها. أعطنا يا رب في هذا اليوم نعمة أن نتخشع، أن ندرك قيمة أن نصير أبناء الله، لا بل أن نصير وارثين لله. هنيئا لنا يا أحبة يا ورثة الله يا أبناء الله العاشين هذا الإرث بالحقيقة والفعل. Amen.